تعالوا نروح للترند العالمي، نتكلم في الجانب العالمي شوية. وأنا من الناس اللي بحب يعني الأخبار الخاصة بالدوريات الأوروبية، وبالتحديد نجمنا المصري العالمي جدا جدا محمد صلاح، ما شاء الله عليه. ده حساب بليتشر فوتبول على تويتر، واللي بيتكلموا على أن محمد صلاح سجل 11 هدف في 12 مباراة في الدوري مع ليفربول هذا الموسم، وعلق كمان قال أن صلاح في مستوى آخر عن باقي اللاعبين. ده أمر واقع، ده حقيقي. صلاح منفرد بصدارة الهدافين بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه اللي هم فاردي وساديو ماني، عندهم 7 أهداف يعني، فحاجة كبيرة جدا. ده بخلاف المساهمات الكتير في الأهداف، أعتقد عمل 7 أسيست هذا الموسم، فده رقم جيد جدا كمان لمحمد صلاح. نتمنى له يا رب دائما وأبدا كل التوفيق، هو وكل نجومنا المصريين المحترفين في الخارج. تعال نروح كمان لحساب أوبتا للإحصائيات على تويتر، واللي بيقول ان تمريرة ساديو ماني لمحمد صلاح هي المرة 20 التي يحدث فيها ذلك منذ مشاركة الثنائي مع بعض في ليفربول. فقط ستيفن ماكمانيمان طبعا النجم الكبير الانجليزي في فترة من فترات مع ليفربول، وروبي فاولر قاموا بتسجيل 24 هدف بنفس الطريقة ليفربول سابقا. ثنائية صلاح وماني جيده يعني، كان موسم من المواسم الامور كان فيها كان واضح بصراحه ان مفيش تعهد ما بين الاثنين، ده مش عايز يباصي ده ساديو ماني تحديدا، ما كانش عايز يباصي صلاح. لو افتكر كان في ماتش ما بين ليفربول وتوتنهام، الاثنين منفردين بالمرمى الاثنين مع بعض، ساديو ماني ما رضيش يباصي صلاح وفضل ان هو يرقص حارس المرمى، ما دخلتش الكره جول. فكان واضح ان في منافسه قويه جدا ما بينهم وحساسيه نوعا ما طبقا للمشهد اللي الجمهور بيشوفه يعني. لكن السنه دي في تعاون مميز جدا ما بين ساديو ماني ومحمد صلاح. تعالى بقى نروح لواحد من العناصر المهمه جدا والمؤثره جدا في تشكيله ليفربول، وهو ترينت الكسندر ارنولد الظهير الايمن للفريق، واللي امبارح عمل 2 أسيست ووصل لرقم 50، الاسيست رقم 50 ليه مع ليفربول منذ مشاركته مع الفريق. عنصر مهم جدا ولعيب كوره عالي قوي قوي، اي فريق في العالم يتمنى ان هو يكون عنده ترينت الكسندر ارنولد كظهير ايمن ليه. بصراحة ما شاء الله يعني، مساهمات في الأهداف بشكل مستمر، أهداف كمان بيحرزها بشكل جيد. وبصراحة امبارح رحت جايبه في الفانتازي كده بعد ما تألق بشكل كبير، وكان المفروض الواحد يجيبه من بدري يعني، فنجم كبير. تعالوا بقى للخبر الأبرز واللي كان منتظر جدا عند جماهير مانشستر يونايتد، مش بس جمهور مانشستر يونايتد، جماهير الكرة العالمية بشكل عام، وهو سولشر. ده حساب مانشستر يونايتد على تويتر، واللي اعلنوا من خلاله عن رحيل سولجر المدير الفني للفريق بسبب النتائج السلبيه منذ بدايه الموسم. وقالوا ان مايكل كارك اللي هو طبعا نجم كبير كان بيلعب توتنهام فتره ولعب بعد كده في مانشستر يونايتد، ميكائيل كارك سيستلم زمام الامور للمباريات القادمه، بينما يبحث النادي الان عن مدرب مؤقت ليتسلم تدريب الفريق حتى نهايه الموسم. الكلام على ايه بقى؟ ناس كتير بتتكلم على اسماء مرشحه. اولا وجهه نظري يعني، انا شايف ان مانشستر يونايتد ضيعوا فرصه كبيره قوي في التعاقد مع كونتي المدير الفني الحالي لتوتنهام. كان انسب واحد لمانشستر يونايتد يديك ناتج سريع للفريق بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها بالحماس الكبير، مدرب كبير جدا ومتعود على اجواء في انجلترا، مسك قبل كده تشيلسي خد معاهم الدوري، فبالتالي فوتوا الفرصه دي. الراجل راح توتنهام، كان لازم قرار اقاله سولجر يكون من بدري شويه عشان تقدر تجيب مدرب كبير زي ده. الكلام حوالين مين دلوقتي؟ زين الدين زيدان. زين الدين زيدان الموضوع لسه ما تمش حسمه، لان الراجل عنده رغبه كبيره قوي ان هو مستني فرصه ان هو يمسك مدير فني منتخب فرنسا. تاني حاجة يقال ان زوجته مش عايزة تعيش هناك في مانشستر، فالموضوع صعب شوية. الخبر بقى اللي جاي هيقول لنا اسم من ضمن الاسماء اللي تم تداولها على مدار الساعات السابقة، هو لويس انريكي، وده من حساب بليتشر فوتبول على تويتر، واللي قال ان كريستيانو رونالدو طبعا النجم الكبير جدا ابلغ ادارة مانشستر بضرورة التعاقد مع مين؟ مع لويس انريكي المدير الفني للمنتخب الاسباني خلفا لسولشر. طبعا ده خيار صعب للغاية، بل اقرب للمستحيل يعني، لان لويس انريكي هو مدير فني منتخب اسبانيا، عامل فرقه كويسه، عامل منتخب كويس جدا من عناصر جديده شابه، وصل لمراحل متقدمه قوي في اليورو، عندهم كاس عالم كمان سنه بالظبط من دلوقتي، ففي خطه هم شغالين عليها. صعب جدا ان هو يمشي من هنا يجي مانشستر يونايتد، اكيد عايز يمسك منتخب بلاده في كاس العالم.
في نفس الوقت لما اتسال لويس انريكي على الموضوع ده قال لهم يا جماعه هو ده ميعاد كذبه ابريل ولا الموقف ايه بس عشان ابقى عارف. فده معناه ان الراجل طبعا رافض تماما هذه الفكره وانه مستمر بشكل مؤكد مع منتخب اسبانيا. تعالوا نروح لخبر اخر في الجانب العالمي وده من حساب اي اس بي ان على تويتر واللي بيحتفي بفوز برشلونه على اسبانيول بعد تولي تشافي هرنانديز القياده الفنيه لبرشلونه قائلا اول فوز منذ اكثر من شهر في الدوري الاسباني، اول مباراه بشباك نظيفه منذ سبتمبر الماضي، اول فوز لتشافي مع برشلونه كمدير فني، انطلاقه جيده لتشافي رغم ان اسبانيول امبارح جابوا كورتين ورا بعض في العارضه، الموضوع كان صعب شويه لكن دايما البدايه بتبقى صعبه، لكن الاهم ان هم او البدايه كان فيها جانب ايجابي قوي هو الفوز بثلاث نقاط، ما فيش اهداف في مرماك، دافع جيد لما هو قادم من مباريات بالنسبه لبرشلونه. ده فيما يتعلق بالترند العالمي واخر وابرز الاخبار العالميه. هنروح لفاصل سريع ونرجع ناخد بقى تفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال حلقه النهارده. يلا بينا.